انا معايا على الهاتف الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام للحديث عن هذا المؤتمر اللي انا بشوف يعني انه كان مهم جدا جدا جدا. استاذ كرم مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، مساء الخير. استمتعنا النهارده بالمؤتمر الحقيقه لانه كان مؤتمر، انا بقول بدات حتى الحلقه قلت المؤتمر كان حميمي جدا ودافئ جدا، ودي كانت صبغه الحقيقه حلوه، وكانت مبادرة رائعة جدا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقول يا جماعة مطلوب الكلام ده كلنا نتعاون علشان خاطر نظبط المشهد، لأن ضبط المشهد الإعلامي له تأثير إيجابي حتى على ضبط مشهد الجمهور وتعاملات الجمهور، لأن في بعض الأحيان الجمهور بيتجرجر لأي شطحة لأي زميل أخطأ أو حاجة، ممكن الجمهور بيتعامل طبعا معنا كلنا إن إحنا كلامنا بيبقى هو الصواب هو الصح يعني. فانا بشكرك على المؤتمر بتاع النهارده الحقيقه وتوصياتك. المؤتمر يعني انت يعني كلنا شفنا النجوم موجودين، لعيبه الكره اللي كل الناس لامعه، النقاد الرياضيين، الصحفيين، رؤساء القنوات، رؤساء تحرير البرامج الرياضيه، في ناس شباب وفي ناس متوسط الاعمار. يعني الحقيقه كان المؤتمر بيعبر عن كل الوان الطفل اللي بيشتغل في المجال الرياضي. مظبوط. ده الامر الاول. الامر الثاني زي ما قلت انت حضرتك كده، في روح حميميه، الناس حابه بعض حقيقي يعني. مظبوط. اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري بينتموا لكل الانديه، لكن كلهم حابين بعض والكل بيستمع للتاني، وكان اول مره هذا العدد الكبير يقعد مع بعض ويسمعوا بعض ويتناقشوا مع بعض ويفهموا بعض، ودي كانت حاجة جيدة جدا جدا وسهلت علينا يعني، حتى الناس كانت بتكمل أفكار. طبعا من أهم الحاجات اللي اتفقنا على حتة السمعة الشخصية، السيرة الشخصية، طبعاً. إننا انتهاك الأعراض وانتهاك القيم وانتهاك المبادئ، وقلنا نعلي دائما القيم الأخلاقية، يعني انتقد كما شئت، وإحنا كمجلس دورنا حماية حرية الإعلام وحماية المنافسة. مظبوط. يعني هنا انت بتتيح هذه المساحات، ولكن لا تهين الاخر، لا تزدريه، لا تحقر من شانه، لا تهينه، لا تستخدم الفاظ خادشه للحياء، هو الوسط الرياضي كده. وكمان كعاملين في المجال الرياضي علينا يعني القياده، نقود الراي العام، نقود الراي العام بالتنوير والوعي ونبذ التعصب ونبذ الافكار الخارجه عن الادب واللياقه. ده الدور اللي احنا كاعلام مفروض ان نلعبه ونقوم بيه، وانا شايف الناس كلها مقتنعه. ودي اول توصيه النهارده كانت موجوده في المؤتمر اللي حضرتك بتقوله. ما هي دي التوصيه الاساسيه، الرأسية. ولو طبقنا هذه التوصيه بقى قطعنا مشوار طويل جدا جدا، لاننا كلنا بنعاني، والحته دي لو سمحنا بها هذا الكأس سيشرب منه الجميع، كأس الإهانة وكأس الازدراء وكأس الشتائم. فالحقيقة كان في اتفاق كامل على تطبيق القواعد الصارمة. طب القواعد الصارمة اللي هي ايه؟ قلنا ان القانون بيمنح للمجلس سلطة التحقيق في الموضوع، توجيه انذار، وقف البرنامج، حتى سحب الترخيص بتاع القناة نفسها. وهي العملية يعني مش عقوبات دون سبب او دون مبرر، لا، دي كل حاجه مبرره وليها سبب. واعتقد ان قبول الناس لهذا المبدا بنسبه كبيره جدا، وكلهم كانوا سعداء بهذه التوصيه، ده هيسهل علينا اجراءات المتابعه في الفتره القادمه. بيرتبط ده برضو اللي اثاره الزملاء بالدورات التدريبيه، لان الدورات التدريبيه برضو فيها يعني جانب قانوني مهم جدا، عشان يعني نوضح للجميع الفرق ما بين النقد المباح والقذف والسب. تمام. الفرق ما بين حرية الرأي والمساس بأعراض الآخرين. هنا دي فروقات لازم الناس تبقى عارفاها. واحنا قلنا يعني استخدم المعلومات زي ما انت عايز، بس بلاش الأوصاف المشينة. يعني ما اقولش فلان ده مثلا غبي، او فلان ده لص، او فلان ده حرامي، او فلان ده مرتشد. دي مش سلطه القضاء بعد ما ينتهي من التحقيقات، لكن انا انتقد واؤدي يعني اقول كل المعلومات اللي تؤيد وجهه نظري دون ان اصبغ بالناس اتهامات او اوصاف مشينه. دي اجزاء مهمه جدا يعني الوعي بها ودراستها يعني هيسهل العمليه. عجبني يا استاذ كرم برضو في المدونه الجزء اللي خاص ان كل مؤسسه او كل قناه او كل يعني وسيله مسؤوله عن كل محتوى فيها، مش بس المذيع المسؤول لوحده او البرنامج والقائمين عليه، بس كمان الوسيله نفسها، عشان تحصل فلتره داخليه الاول قبل ما توصل الامور للمجلس للاتخاذ. طبعا ما هو انا كمان لا اسمح مثلا ان ايه تبقى في مداخلات
فيها قذف وسب وفيها انتهاك للاعراض، وبعدين اقول اصل دي مداخلات للجمهور والقناه مش مسؤوله. لا ده القناه مسؤوله، او حتى مداخلات لمسؤولين مش بس الجمهور. انت مسؤول من الالف الى ده، انت الناشر، انت مظبوط النافذه اللي بيطل منها الراي ده على الناس على الجمهور الواسع، فانت مسؤول ويجب ان تدقق وتراعي كل ما يبث من محتوى اعلامي عندك. فطبعا لا طبعا ده شيء مهم جدا، القناه مسؤوله، المحرر مسؤول، رئيس التحرير مسؤول، مسؤوليه مشتركه وحريتك كامله بحيث انك لا تدوس على حريات الاخرين، مارس الحريه كما شئت لكن ما تدوس على حريات الاخرين، انت لك حدود والاخرين لهم حدود، يجب كل واحد يحترم حدود حريته. طبعا مساله التدريب مهمه جدا، الشيء المهم اتفقنا كده ان ايه نبدا يعني عملية وعي المباراة القادمة بتاعة السنغال، ان دي احتفالية تبقى كبيرة، ندعم المنتخب ونقف وراه، وفي هاشتاج هيبقى موحد لنا كلنا، يعني هاشتاج موحد ما بين المجلس وما بين كل المواقع الرياضية. وهنقول في الاخر احنا قلنا الفكرة ان احنا عايزين من اللعيبة ومن الجهاز انهم يعملوا اللي عليهم والباقي على ربنا، يعني ابذل قصارى مجهودك ولا تبخل لا بعرق ولا بكفاح ولا بمجهود، لكن في الاخر يعني طالما احسن لو ربنا ان شاء الله هيوفقنا، يعني ده التوفيق إن شاء الله من عند ربنا في الاخر، لكن احنا عايزينها يبقى يوم جميل واحتفاليه جميله، ممكن نشترك مع بعض، يبقى في دعوه كده ال 60,000 اللي هيروحوا يبقوا معاهم الاعلام ومعاهم التيشيرتات، يعني عايزين يوم جميل كده واحتفال جميل يبين شكل البلد اللي احنا فيها دي، بلد عظيمه، بلد يعني فيها مشروعات كبيره، بلد كل تجربه افريقيا كلها عندها حلم اسمه الحلم المصري، نتيجه اللي بيشوفوه من التقدم ومن المشروعات ومن النمو اللي حاصل. مظبوط، احنا عايزين يعني افريقيا كلها او يمكن معظم يعني مشجعي الكوره سواء في العالم كله هم عايزين يشوفوا الماتش ده، فاحنا عايزين نقدم مصر في صوره جميله تليق بيها وتليق بحضارتها وتليق بشعبها. فطبعا ده من ضمن الاشياء اللي اتفقنا عليها، وان شاء الله يعني كلنا واثقين ان ده هيحصل، لان كلنا طبعا بنحب الفريق وبنشوف الناس الصغير والكبير والاب والابن والمراه والشاب والشابه كلهم بيبقوا فرحانين قد ايه، يوم الماتش بتبقى احتفاليه كبيره جدا، لكن في الاخر برضو عايزين نبعد عن التعصب، مش عايزين نبعد عن التعصب طبعا، بقى 2 من الاهلي 3 من الزمالك، لا 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 مفيش لا اهلي ولا زمالك. على فكره اللي حضرتك بتقوله النهارده ده، انا امبارح كان معايا على التليفون الكابتن ضياء السيد حتى، واشتكى من فكره ان في حتى برامج بتعمل مقارنات بين اللعيبه، يعني يقول لك هو الشناوي ولا ابو جبل اللي يقف، ويخلي ناس تقول لا الشناوي، قال لك ان المقارنات دي حتى بتاثر علينا احنا كجهاز فني للمنتخب في التعامل مع اللاعبين. طب والله دي نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد، الشناوي الفكره ولا دي ابو جبل ولا اي حد، هو بيدوهم كمثال يعني خلاص. لبس فلين ده يلعب ده يلعب ده يلعب خلاص بالظبط. طبعا يعني وعلى فكره يعني بيقول ده انا يعني ملاحظ ان مثلا اكتر اللي بيحبوا ابو جبل مع جمهور الاهلي مبسوطين بيه، مظبوط كل الجمهور مبسوط بيه لان في الاخر دافع عن اسم البلد وكان يعني كان بطل بيلعب كويس يعني، وغيره من اللعيبه التانيين اهلي وزمالك، لا 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 يعني احنا مفروض ننسى الحكايه دي، مفيش اهلي ولا زمالك، كلنا بننصهر في بوتقه واحده، بوتقه الفريق الوطني، واقفين وراه واقفين بنشجعه. وعلى فكره انا عايز اقول اللعيبه برضه يعني تقاربهم من بعض وروحهم الرياضيه ده بينعكس على الجمهور، زي ما شفنا مثلا عجبتني لقطه حلوه جدا في الماتش اما كان الشناوي بيحضن ابو جبل بعد الماتش وهو بيبكي جمال ولا وكمان قبل ضربات الجزاء واخده مظبوط بيقول له، وكان ابو جبل كمان بينصب باهتمام، يعني ما فيش تبرم، لا ده اقدم مني او اكبر مني او خبرته ادي، فقعد باهتمام شديد جدا بينصب. مثلا صلاح بيدي توجيهات للعيبه وبيتكلم معاهم واللعيبه، وشفنا يعني حتى اما الشناوي اتصاب واحمد فتوح وباك ليفت الزمالك بيبوس على راسه وبيحاول ان هو يعني يدعمه، المشهد ده شفناه مشاهد كتير شفناه في كاس الامم، ما هو ده انعكس علينا بقى، مظبوط انعكس علينا ايجابا، مظبوط نسينا بقى مين اهلي ومين زمالك ومين اسماعيلي ومين مصر وكله صح، يعني علينا الحقيقه نبدا وتبقى في النوايا طيبه، وانا شايف النوايا طيبه. على فكره انا عايز اقول ان احنا عملنا جروب للمجموعه اللي كانت حاضره، حصل تمام، وحاطين فيه المدونه وحاطين فيه التعليقات والاقتراحات وكل حاجه، واي مقترحات مستقبليه اي حاجه بتبقى طبعا الامر اللي احنا اتكلمنا فيه
وكان مهم برضو اللي هو مواجهة الكتائب الإلكترونية اللي بتعكر صفو الحياة، واحنا السوشيال ميديا المجموعة اللي موجودة دي في أعناقهم مسؤولية كبيرة جدا انهم يتولوا بنفسهم الرد على الشائعات والتصدي للكتائب الإلكترونية. احنا بقى عايزين نشتغل مع بعض، يبقى نتصدى للكتائب الإلكترونية. اكيد اما ميدو او اسلام الشاطر او احمد شوبير او غيره من الناس اللي كانت حاضره اما يشوف شائعه معينه ويرد عليها الجمهور هيصدقه. مظبوط، يعني دي هتبقى حاجه مهمه جدا جدا. الامر الثاني بقى يعني ان بتبقى في خروقات ليصل الامر ان المجلس بيطلب غلق هذه المواقع المسيئه، ولو في اشياء جنائية بيتم إبلاغ النائب العام. لازم المنظومة كلها تكتمل، لازم تكتمل. طبعا في الآخر يعني احنا شفنا الناس يعني كان في إصرار ان دي ما يبقاش مجرد كلام، ولكن التوصيات تاخد طريقها للتنفيذ. هنعلن على اللجنة تبدأ بقى ايه تشوف التوصيات وتراقب تنفيذها وتتابع. مظبوط، تعمل دورية للانعقاد، لان انا نفسي المؤتمر ده يتكرر مرة كل شهر او كل شهرين، وتشترك فيه اطراف اخرى، ونؤكد المعاني اللي اكدناها. فان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. يعني استاذ كرم، انا قبل ما اقفل مع حضرتك، انا عارف ان انت كوير برضو، يعني بعيد عن مهامك الصعبه كمسؤول اول عن الاعلام المصري دلوقتي، خصوصا الخاص من قنوات ومواقع وصحف خاصه ومستقله والكلام ده، لكن برضو حضرتك من عشاق كره القدم ومن متابعينها كويس جدا ومن كتابها كمان، يعني في كثير من الاحيان بقرا لك مقالات في كره القدم. انت بتشوف مصر والسنغال بقى بعين المصري المشجع، يعني بتشوفها ازاي المباراه دي وقيمتها ايه بالنسبه لنا؟ بص، يعني هنا انت بتتفوق بحاجه معينه ربنا يوفقنا فيها، اللي هي الروح القتاليه للعيبه. الروح القتاليه للعيبه بتعالج يمكن بعض التفوق المحدود للعيبه السنغال، محترفين في اكبر انديه العالم كلهم. يعني انت شفت مثلا، مش عايز اقول اسماء، كلهم يعني افضل حارس مرمى في العالم في تشيلسي، الباك رايت ليفربول اللي هو لعب لاول مره ده اسمه ادوارد مندي، لا الباك بتاعنا اللي لعب اول مره باك رايت اللي اكرم هو توفيق اللي اتصاب، وبعدين امام عاشور امام عاشور اول مره يلعب الحته دي، حط مانيه في جيبه. مظبوط، لدرجة ان مثلا جاي بيعمل على ماني كده في الاخر بيطبطب عليه بيزاحه كده بعنف او بغضب. مظبوط، فدي بقى الروح القتاليه اللي احنا عايزينها تبقى موجوده. وشفنا احمد فتوح مع اشرف حكيمي افضل باك رايت في العالم. مظبوط، يعني عايز اقول حاجه، ان اللعيبه دي مستواها مع المنتخب اكتر كتير جدا من مستواها مع الانديه، مش العكس. احنا كنا دايما نقول ده لاعب محلي. مظبوط، يعني بيلعب في المحل، بيلعب النادي افضل من المنتخب، وما بيلعبش في المنتخب، لكن ده بقى العكس. يعني المستويات بتاعت كتير من اللعيبه اللي بيلعب وراح، اللي كان في فيوتشر وراح الاهلي اسمه ايه؟ عمر كمال عبد الواحد، لا اللي كان في محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم. يعني شوف ده افضل سيرد باك في افريقيا دلوقتي. الدوري ايه؟ يعني مستوى الدولي مستوى عظيم جدا. افضل سيرد باك في افريقيا النهارده محمد عبد المنعم. عمر كمال عبد الواحد. مظبوط. يعني دي على فكره ظاهره لاول مره بتحصل في الرياضه المصريه، ان اللعيبه دايما بقى مستواهم الدولي افضل بكتير جدا من مستواهم المحلي. فلو احنا تمسكنا بالحته دي، الروح الرياضيه، الروح القتاليه في المباراه، نجري ورا كل كوره ونبذل العرق ونبذل المجهود، ونعرف ان ورانا شعب عظيم عايز يفرح. يعني انا بقول للعيبه، عايزكم كده كل واحد في ذهنه حاطط انه ايه، انه واحنا راجعين من السنغال يبقى في 60 70 80 الف مستنيكم في المطار بالاعلام. الجزء الاول من المباراه يعني في استاد القاهره عارفين ان هيبقى في توتر و و و و، لكن علينا اننا يعني نحسم الامر بدرجه كبيره. ان شاء الله ربنا يوفقنا. يعني انا عندي متفائل يا استاذ كرم. متفائل جدا، وان شاء الله. يعني انا وفي 60,000 في الاستاد بقى يوم 25، 60,000 اسد. انا متفائل تفاؤل مبني على اسباب، مش تفاؤل كده يعني لكن عاطفي، لا تفاؤل اني شايف فعلا ان في روح كويسه في الفريق، ان في نجوم بقوا فوق العاده. تمام. الفريق بيقدر يتماسك بسرعه، زي ماتش المغرب دخل فيه مثلا كنت تماسك بسرعه، كسبنا 2-1 وقدر يحقق الفوز في الاخر. وعايز اقول لك حاجه، مع ماتش السنغال ده البتاع، ما احنا خسرنا بالبنالتي بتاع مهند لاشين ده، وكان قبل الماتش ضاعوا منك فرصتين، كان ممكن خلصت الماتش. كره مروان دي اللي كانت بدماغه دي في اخر 5 دقايق، دي كانت جول يعني.
كانت ممكن يعني انا تخلص. عايز اقول يعني ايه، يعني نتفائل كده وان شاء الله ربنا يوفقنا. ان شاء الله يا استاذ كرم، احنا بنشكرك اولا على المؤتمر بتاع النهارده، كان مثمر الحقيقه جدا 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 وروحه رائعه جدا، وبنشكر حضرتك طبعا على هذه المداخله.